لكم كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله انه تكونوا بخير. اليوم راح نتعرف على درس جديد، ان شاء الله تكونوا تحبوه وان شاء الله تستفيدوا منه. اخذنا في الحصص السابقه عن ثلاث مصادر، اخذنا مصادر الحراره، اخذنا مصادر الضوء، واليوم بدنا ناخذ عن مصادر الصوت. هلا احنا نحكي صوت، شو يعني صوت؟ هلا انا لما انادي على اي واحد فيكم، مثلا يا محمد، يا احمد، يا رامي، يا سامر، هلا في مثلا بنادي على واحد بصوت عالي، بنادي على واحد بصوت واطي، بيجي احمد بنادي بيحكي لي نعم يا مس، بيجي رامي بيحكي لي نعم يا مس، ولكن صوت رامي بيختلف عن صوت محمد، في عندنا صوت رفيع وفي عندنا صوت غليظ، وفي عندنا صوت عالي وفي عندنا صوت واطي. اول شيء لما احنا نحكي ينتج الصوت عن طريق الاهتزاز، كيف يعني؟ هلا انا معي كتاب، هذا الكتاب، هلا انا لو رميته على الطاوله رح تسمعوا صوت ضجه، انه شيء انزت على الطاوله او انرمى على الطاوله، فبصير في عندي اهتزاز للطاوله فبنسمع صوت عالي. فاول شيء اذا الصوت ينتج الصوت عن اهتزاز الاجسام، سواء كان كتاب، دفتر، قلم، مسطره، اي شيء تزتيته على الارض فبيكون عندنا ينتج الصوت عن اهتزاز الاجسام. يعني انا مجرد ما زتيت اهتز الشيء، فلما يهتز الشيء فبيطلع صوت، يا اما بيطلع صوت كثير يا اما بيطلع صوت خفيف. وفي عندي هون كمان بحكي لي، في عندي هون اخذنا ببدايه الفصل عن مراحل نمو الانسان. لما نحكي احنا مراحل نمو الانسان يعني من هو جنين لحتى يصير عجوز. ففي عندي انا هون مرحلتين رح ناخذ عنهم، اللي هو مرحله الرجل والطفل. في عندي بالصوره موجود عندي هون صوره رجل، وعندي هون صوره ايش؟ رضيع او طفل صغير. لما يكون الرجل بيكون صوته واطي ولا بيكون صوته رفيع؟ ولا بيكون صوته مثل الاولاد الصغار؟ لا طبعا بيكون صوته غليظ وفهمان وواعي وعارف كيف يحكي بطريقه شجاعه. يعني لما يكون عندنا الرجل واعي كبير، ففي مرحله اللي هي بتكون مرحله الرجوله بيكون صوته ايش؟ غليظ. في بيكون شو صوته؟ غليظ. ولكن عندي هون في مرحله الطفوله او مرحله الرضيع، احنا لما يعيط الطفل الصغير بعيط بصوت عالي، ولكن صوته بيكون زي الزلمه الكبير؟ لا طبعا بيكون صوته رفيع يدوب يعيط. عرفنا كيف؟ في عندي هون سؤال بحكي لي ما هي الحاسة المستخدمة مع الأصوات؟ لما نحكي نحكي صوت، أول شيء إيش بيجي على ذهنك؟ منو بيطلع الصوت؟ من الأنف ولا من العين ولا من التم ولا من الأذن؟ برافو عليكم، إذا الصوت إحنا منو بنسمعه؟ بالأذن. إذا الحاسة المستخدمة مع الأصوات اللي هي حاسة السمع، اللي أخذناهم أيضا في الحصص الأخرى، اللي هي حاسة السمع اللي بنسمع فيها الأصوات، الأصوات العالية، الأصوات الرفيعة، الأصوات الغليظة، الأصوات مثلا الانفجارات، الأصوات التلفاز، صوت الراديو، صوت التليفون، فإحنا كلنا بنسمعها عن طريق الأذن. إذا درسنا لليوم كان عن مصادر الصوت اللي هو عن الأصوات الغليظة والأصوات الرفيعة، وينتج الصوت عن طريق الاهتزاز، اللي هو اهتزاز الأجسام، وين ما زتناها مثلا انفجرت قنبلة تسمع صوت ضخم لأنه قنبلة يعني منفجر، فليش بالاهتزاز على الأشياء فبطلع صوت ضخم، تمام؟ هلا في عندي هون صفحة 35 بحكي لي ضع إشارة صح أسفل الصورة التي تعبر عن مصدر الصوت. هلا في أنا عندي هون أربع صور، هلا الكل شايفهم معي في صفحة 35. الجامع، هل الجامع او المسجد في له بنتج صوت؟ في له صوت؟ في له مصدر صوت؟ نعم، بتكون في سماعات كبيره لحتى يطلع لنا صوت الاذان. في عندي كمان هون الولد تحت صوره الجامع او المسجد، الولد قاعد بشم الورده، هلا حاسه الشم بنسمع فيها؟ لا، يعني ما بنحط لها صح، لانه حاسه الشم احنا بنشم من وين؟ من انفنا الروائح الحلوه. في عندي هون صوره اللي هي تبعت الدفاع المدني، صورة سيارة الدفاع المدني أو الإطفاء، لما تكون في شغالة بيكون صوتها ماله عالي، فإحنا بنسمعها معناته فيها مصدر للصوت ولا ما في؟ نعم، معناته بنحط إشارة صح. هلا في عندي هذا العصفور اللي هو البغبغاء، البغبغاء ناطق ولا مش ناطق؟ نعم هو اللي بيحكي. لما احنا بنحكي مثلا انت بتحكي مثل البغبغاء، ليش؟ لانه بيضل يعيد بالحكي، فهو بيسمع وبيغرد وبيحكي العصفور البغبغاء، معناته فيه بينطق صوت وفي مصدر للصوت، بنحط له اشاره صح. في تحت السؤال لون الصوره الم
المعبر عن الصوت الرفيع باللون البرتقالي والمعبر عن الصوت الغليظ باللون الأزرق. هل العصفور صوته رفيع ولا غليظ؟ دج 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 دج. لا، صوته رفيع، معناته بنلون البغبغاء باللون البرتقالي. وعند الولد هون ماسك الطبل ويلا يضرب بالطبل لأنه ضربته عالية، فبيكون عندنا اهتزاز عالي، فشو بيكون عندي؟ صوت ماله غليظ من لونه باللون الأزرق. وهذا درسنا كان اليوم عن مصادر الصوت، نربطهم كلهم مع بعض فبيكونوا كلياتهم عندنا حلقة واحدة. فهذا درسنا لليوم، إلى اللقاء.